عامر طفل سوري أصيب بقصف لطائرات حربية تابعة للنظام بالقرب من مدرسته في بلدة معلزاف بريف حماة عام 2014. الشظايا التي أصيب بها عامر سببت له شللا في الجهاز الحركي بعد الإصابة. عزف عامر عن الدراسة إلا أنه اليوم وبمساعدة منظمة بنفسج يعود إلى مقاعد الدراسة متحديا كل الظروف الصعبة التي تواجهه. صلي من الصايب انا 4 سنين تقريبا، وابوي صلي مفقود 6 سنين. اسمي عامر حباشو من المار طبعي، عمري 14 سنة صف الخامس. ابوي كان رامح وابن عمه وانفقد، وانا رحت على معرزاف بدي اعمل عمليه لوزات، وعادت حد مدرسي عبسطه حد بسطه ما واحي قاعد مع اخواتي وهيكي بين طب بالطياره مصابت بضهري، صوبت العمود الفقري اخذوني على تركيا 10 ايام، ولكن قالوا الدكاتره انه ما في امل، امل برب العالمين. رجعت جيت على سوريا، وصلت على سوريا ما كنت دارس ولا صف، جيت لمصيبين وانا من عمر طبعي، جيت لمصيبين ضعت بجدي عند بجدني، درست بمصيبين من الاول للرابع ولا نجحت للخامس الحمد لله. الحمد لله بجي على المدرسة وبروح، ايام بجي لحالي وايام بيجيبوني رفقاتي حسب الايام. الوقت الفعل هلا عم يحدث، هلا اذا انا شو بنفعل لا بقوم فيه. انا كنت ما ادرس لانه كان في نزوح طب طيران وهيكي، مشان هيك ما ادرس، وبعدين بعد ما جينا لهون عم سبين قلت لك لا ادرس، وكنت مصايب. فاجيت بقى يمكن هلا بكره بصف الخامس ما كمل دراستي، لانه هون هاي ابتدائي يعني ما بدرسوا غير للرابع، الخامس بدي درسوا بمدرسه فوقاني عنا، مشان هيك ما راح حسين يدرس كمل بالمدرسة الفوقانية يمكن. ليش؟ لأنه فيها درج وفيها طلعات كتير وصعبة علي كتير يعني. ما بتقدر توصل للمدرسة قصدك؟ ما بقدر يعني أوصل، حتى إذا بدروا بدي أتكسر. قمت أنا بالفعل المضارع بأعمال يغلفوا هلا أغلق نافذي. عامر حباشو زمن زمن الحرب، صار له 8 سنين هالحرب، قصف وتهدمت بيوت ونزحنا الى المخيمات، قصف ماتوا شهداء كتير اولاد واصابات كتير. انا اكبر مثال.